نأتي إلى موقف قوى الإسلام السياسي من القضايا. هم قضايا مجتمعية، على سبيل المثال العدالة الاجتماعية، موقفهم من الموقف الاقتصادي أو العدالة الاجتماعية. تجد الإسلام فيه حد اسمه حد الكفاية، ما سمعنا عنه أبدا ولن تسمع عنه، لأن الإسلام أو النسخة الموجودة التي ينتهجها التيار الديني الذي يدعو إلى إقامة دولة دينية هو يدعو إلى رسملة الإسلام، خدمة الرأسمالية، بجعل الإسلام دين يدعو إلى الرأسمالية، وأن الكل في خدمة هذا الفرد الذي يملك المال. وده ظهر واضح جدا أثناء انتخابات الرئاسة، حينما ظهر الاقتصاد الكبير خيرت الشاطر في لقاء تلفزيوني واستدل بقول الله تعالى وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، ونسي أن الدرجات المقصودة هنا هي درجات إيمانية ودرجات علمية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يذكر المال. وإذا تمادينا معهم في الوصف ده ستجد أنهم ينسبون الظلم لله سبحانه وتعالى. أنا سألت المواطن اللي في الدويقة الذي لم يأخذ نصيبه من الثروة، مع أن الثروة في الإسلام ملك للجميع مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. مصادر الثروة في المجتمع القبلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع القبيلة والبادية، كانت مصادر الثروة فيها إيه؟ بئر ماء، والعشب اللي هو الحطب لإنضاج الطعام، والكلأ اللي هو الأعشاب اللي بتأكل منها يعني الأنعام بتاعتهم. الناس شركاء في ثلاثة: الماء، الكلأ، النار. لكن لما نيجي لمصادر الثروة في مجتمع مدني زي المجتمع المصري هتلاقي غاز وبترول طيب تتخيل، انا حتى كأزهري لم ادرسها في الجامعة ولكن درستها برا الجامعة، ان في الزكاة، زكاة الركاز اللي هي المعادن اللي في باطن الارض، منها الغازات زي الغاز والبترول والذهب والمنجنيز، كل ما في باطن الارض زكاته 20%. طب بالله عليك لو اخرج 20% من الثروات اللي موجودة في باطن الارض ووزعت على المجتمع 20%، ماذا كان يحدث؟ كان حال المجتمع هيبقى في الحال اللي هو فيه؟ الإسلام حينما ينظر إلى المال ينظر للإنسان أنه مستخلف وليس له ملكية وليس حرا في يعني الإنفاق. تجد الإسلام ينهى عن اكتناز المال، بل توعد الذين يكتنزون الذهب والفضة، كان الثروة وقتها ذهب وفضة، ولا يديرها في عملية اقتصادية، تجد الإسلام يتوعده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حرمة الملكية الفردية حال وجود فقير جائع في مجتمع مسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في سننه ورواه ابن ماجه والبيهقي، يقول أيما أهل عرصة، والعرصة في اللغة هي القرية أو المدينة، أيما أهل عرصة باتوا وبات فيهم امرئ جائع فلا حرمة لمال أحدهم، وفي رواية فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. يبقى حينما يكون جائع وحيد في مجتمع يسقط الإسلام الملكية الفردية ويبيح لهذا الفقير أن يأخذ حاجته، ومن هنا وضع الإسلام حد الكفاية الذي ما سمعنا التيار الديني حينما صعد للسلطة يتحدث عنه.